التقدير ده بتاع المدرب في الوقت ده ولا بتاع اللاعب؟ لا بتاع اللاعب بس. لا دي بتاع اللاعب دي. بس استنى من لؤي وفادي دول مسؤولين عن مين؟ عن في الرقابه ازارو اي حد يخش خط 18. هما الاثنين دول ازارو لان ازارو راس حربة الصريح طول الوقت. هو نجح في الشوط الاول انه يروح وينفرد لوحده ويسجل، ادي واحد. اثنين تقدير يا اسامه واخد الخبرات الفنيه، واخد بالك في بتطلع في المواقف الصعبه مش السهله. انت فاهم ازاي؟ لما انا بجري وانتفع عشان اقطع كرة اكون عامل حسابي ليه؟ لان انا في السكس ياردة اي خطا هيكلفني ايه؟ جول بس. طيب ناخد الكابتن الحكم الدولي السابق والمحاضر الاتحاد الافريقي واتحاد مصر الكابتن ناصر عباس. اهلا بيك كابتن ناصر. اهلا بيك كابتن ميم، تحياتي ليك وتحياتي للنجوم اللي موجودين قدامك، النجم الكبير كابتن ابراهيم ربيع ياسين والكابتن المحترم كابتن نظام عرابي. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. الله يخليك كابتن ناصر، اهلا بيك. اهلا وسهلا. يعني قول لنا بقى رصدت ايه بعينك التحكيميه؟ انا طبعا عندنا اكتر من حاله كابتن ميدو، يعني اكتر من حاله في المباراه. يعني هنبدا بس الاولاني بالدقيقه 13 اتفضل. الهدف الاول بتاع وليد ازهر تمام، ونشوف هل في تميز للحكم المساعد الكابتن ايمن دجيش ولا كان هناك في تسلل. لعبه من الالعاب اللي قلنا الهدف يا جماعه في الهدف الاول، لان انا شايف ان اللعبه دي صعبه جدا يا كابتن ميدو، ودي بتعتمد على تمركز للحكم ولحظه الربط اللعب ما بين اللعب وبين الموقف التسرع. لو احنا جبنا الهدف الاولاني احنا بنذيعه احنا بنشوفه قدام حضرتك اهو لو حضرتك شايف. تمام. انا طبعا هو وليد ازهر استلم، طبعا نشوف وليد ازهر في لحظه الاستلام هو في موقف تسلل ولا في موقف تيم كابتن ميدو. لحظه التمرير من جونيور، هو لما استلم كان في موقف تسلل، لكن لحظه التمرير ما كانش في موقف تسلل. حضرتك عايز تقول كده؟ شوف، بنقول احنا بنقول موقف تسلل امتى يا كابتن؟ لحظه التمرين هل هو في موقف تسلل ولا مش موقف تسلل؟ اولا طبعا لحظه التمرين هنا وهو موقف وليد ازهر هو موقف سليم طبعا، وهي لعبه من الحالات الصعبه. انا بحيي فيها طبعا العميد ايمن دجيش، لان دي بتحتاج يا كابتن ميدو ايه؟ بتحتاج ان الحكم المساعد يكون مواجه للملعب لحظه التحرك. تمام. ليه مواجه؟ اللي انا لو مش مواجه وبجري بجنبي هيبقى صعب ان انا اقدر اربط واركز في اللعبه. هو طبعا ايمن دجيش النهارده انا بحييه طبعا في الهدف الاول، كان مواجه للملعب لحظه التسلل واشار باستمرار اللعب في قرار يعني اكثر من رائع وسليم وهدف صحيح للنادي الاهلي في الدقيقه 13. تمام. دي كانت اول حاله. تمام. عندنا طبعا عندنا الحاله اللي هي في الدقيقه 45 اللي هي ركله جزاء تقريبا. اللي تم احتسابها، ويمكن الحكم بعد ما احتسب راح الحكم المساعد. بالظبط. نشوف الحاله على الرغم من ان كان محمد الحنفي طبعا في تمركز رائع وعنده زاويه رؤيه جيده جدا جدا وخد القرار بدون تردد. خد القرار بدون تردد. هنا الكلام كابتن، هل اللعبه من داخل منطقه الجزاء ولا من الخارج؟ من داخل. حاجه مهمه جدا جدا كابتن ميدو ان الخطوط دي بتبقى من ضمن المناطق المحيطه بيها، يعني حتى لو الحدث على الخط بتبقى المخالفه داخل الاستاندات. تمام. ده كان سؤالي ليك. انا شايف ان المخالفه هنا ركله جزاء صحيحه. تمام. واحنا قلنا والله يا كابتن. تمام. لحظه المخالفه وهنا انا بقول للحنفي انت كان تمركزك رائع يعني. هو حب يقطع بس الشك بتاعه بالياقوت. تمام. طب انا ايه اللي خلاني رحت للحكم المساعد كابتن نمره واحد؟ اولا انا عندي حاجه اسمها الكوميونيكيشن تيست. اللي هو التواصل ما بين الحكم والحكم المساعد. تمام. طب لو انا النهارده عاوز اسال او اتاكد من القرار، المفروض انا بتكلم مع الحكم المساعد في القرار في الكوميونيكيشن سيستم بدون ان انا اروح خالص. يمكن الكوميونيكيشن بينهم كان واقع او كان في حاجه كابتن ناصر. هو ده بقى اللي انا عاوز اقوله يا كابتن، برافو عليك يا كابتن ميدو. لابد يعني احنا نتاكد من ان السماعات ديت بتبقى صالحه للاستعمال. لان هذا القرار كان ممكن يعمل مشكله يا كابتن ميدو. ليه؟ بالظبط. لان ممكن كان يروح الحكم المساعد، اولا الحكم المساعد بيتمركز مع اخر تاني مدافع. بالظبط. مش بالظبط، برافو عليك. ما هو مش مسؤوليته الحته دي خالص. وهو مش على خط العرضي يعني. بالزبط. لو الخط العرضي هقول لك ممكن يبقى عنده القرار. انما هو مع اخر تاني مدافع اعتقد بيبقى عنده التمركز مش مساوي للخط العرضي. وبالتالي المسافه ليك يا محمد كانت اقرب بكثير من احمد حسام طه. وكان يجب عليك انك انت يعني صعب انك انت تروح له، لان حتى كمان لو هو كان شايف ومتاكد كان هيقول لك في الكوميونيكيشن سيستم ان اللعبه من الداخل. هنا الخط العرضي هنا مهم، الحكم المساعد اللي هو بيسيب في القرار هو ما كانش موجود عليه احمد حسام، وكان بعيد عن الخط ان هو كان مع اخر تاني مدافع. كابتن ناصر، ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اتفضل. يعني الحكم اللي هو الحكم اللاين، الحكم اللاين مش حكم الرايه، الحكم اللي هو واقف على شمال الشناوي، الحكم الاضافي، هو ليه واقف في الحته دي؟ يعني في لاين مان بيملى المساحه دي، ليه ما يبقاش الحكم ده واقف في المكان الفاضي اللي هو ما فيهوش اصلا لاين مان؟ تمام، هقول لك ليه، هقول لك ليه. اولا هو هناك في الناحيه الثانيه دي بتبقى دايما هو الصعب على الحكم اللي هي الناحيه العكسيه يا كابتن ميدو. يعني الصعب جدا جدا على الحكم، فالحكم التحرك بتاعه دائما بيبقى في موجود في الناحيه العكسيه اللي هي الناحيه الفاضيه اللي هي مش موجود فيها الحكم الاضافي. فهو بيغطيها بشكل كويس. تمام. وجوده في الناحيه اللي ناحيه المساعد بيبقى يعني بتبقى قليل قوي قوي قوي، عشان كده هم بيحطوا الحكم الاضافي هناك للكرات العرضيه واللي هي بتحدث ركلات جزاء داخل الستة يارد. انما الناحيه العكسيه ناحيه محمد حارث من هنا هو دايما بيبقى فيها ومفروض هو بيغطيها بشكل كويس. هرجع تاني بقول انا بقول الحكم يعني عشان نوضحها للساده المشاهدين يا كابتن ناصر، يعني هو الحكم دايما بيميل ناحيه الشمال، الحكم الساحه عليك. هو دايما تحرك الحكم بيبقى ناحيه بيشتغل بطريقه ده سيستم للحكام عموما، وبالتالي هو بيغطي المكان دوت. يعني ده سيستم للحكام عموما بالظبط. هو عشان كده تلاقي الحنفي هنا في التمركز كان عنده تمركز رائع جدا 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 وما عندوش ادنى مشكله، ولا في لاعب قافل عليه الزاويه ولا في اي حاجه خالص، واخد القرار صح. انا بعتب على الحنفي في اللعبه دي بس ان هو راح للحكم المساعد، وكان يجب عليه ان هو عارف كويس قوي ان الحكم المساعد مع اخر تاني مدافع ويبقى صعب يديله القرار، وكان يجب عليه ان هو يعني يتكلم في الكوميونيكيشن سيستم يتاكد منه عشان كانت ممكن تعمل مشكله. لكن اعتقد يا كابتن ناصر ان الحكم المساعد قال له ان هو ما شافش اللعب. والله بجد، لانه هو يعني حب يعني انت عارف بقى مباراه الاهلي حساسه ومباراه الزمالك حساسه، فالحكم يقول لك ايه انا اعمل اللي عليا للاخر يعني. اه بالظبط. هو الناس بتقول طب هو راح ليه؟ اولا بص يا كابتن ميدو، الخط العرضي ده يا كابتن ميدو ده تخصص الحكم ساعد، لان هو بيبقى فيه مواجه بالظبط او بيعرف الكره هل هي داخل او خارج بالزبط. اما الخط الطولي لو هي الحدث على الخط الطولي دي مسؤوليه الحكم. تمام. وبالتالي هو ممكن يكون حب ياكد القرار، ويمكن هو راح عشان خاطر ياكد القرار بتاعه، وبالتالي نرجع للعبه هي ركله جزاء صحيحه لنادي الانفجار. بس برضو طالما اصل بتكلم في مساله حساسه جدا، برضو اللاين مان استحاله يشوف الحته دي، لانه هو عينه هتبقى مع اخر لاعب، فهو مش مسؤوليته، والكوره كانت على الخط. الحكم واقف هو المساعد احمد يعني. بص يا كابتن ناصر، اهي اللقطه قدامك، في لعيبه على نقطه ضربه الجزاء، يعني في لعيب من الانتاج وفي لعيب من الاهلي، هو عينه على لعيب الانتاج. الكابتن اللي هو موجود بتاع الانتاج هو هنا المساعد بالظبط بالظبط، هيبقى صعب ان هو يديله القرار لان هو بعيد عن خط بالظبط. كابتن هو راح للاين مان ليه يا كابتن؟ يعني هو ده بيقول كده يعني ده السؤال بقى يا كابتن ربيع. انا بقول هنا في حاجه اسمها الكوميونيكيشن سيستم، انت معاك السماعات يعني هو الصقرب، واكد من خلال السماعات يعني ممكن ربما زي ما كابتن ميدو قال ان ممكن يكون حساسيه السماعه وحسيت لقاءات الاهلي والزمالك، وانا مش عايز اعرض نفسي بالظبط، فانا ممكن اشوف برضو اتاكد من قراري، مع انه هو بينه وبين الكوره ما فيش 5 يارد بالظبط. برافو عليك. احنا بنقول ان من خلال الحلقه كابتن ميدو ومن خلال طبعا النادي الاهلي والقناه بنقول يعني لابد ان احنا نعمل تشييك على السماعات، مهمه جدا لازم طبعا، ان هذا القرار قرار من القرارات الدقيقه، لابد ان هو الحكم كان ياخد قرار في ثانيه، لان كان ممكن الحكم ساعد يقول له لا من بره وكانت هتعمل مشكله والماتش يقف وتعمل مشكله بالظبط. احنا بنخرج بس بالاستفاده من الحاله ان احنا يا جماعه السماعات دي مهمه جدا جدا، طالما بنستعملها يبقى يجب ان احنا ناكد ونشيك عليها قبل المباراه وبين الشوطين، لو هي مثلا ناقصه شحن او ناقصه فيها مشكله بالزبط. ممكن نغير سماعات ثانيه البديل. تمام تمام. عندنا كابتن ميدو حاله مهمه جدا طبعا في الدقيقه 65. اتفضل. الحاله اللي احنا بنقول للحكام فيها دايما نخلي بالنا يا جماعه في بعد الكره ما تتنقل من الموقف لموقف ثاني، لابد يبقى عينك على اللاعبين اللي هم يعني في التحام، احيانا اللاعب ممكن يستخدم الكوع، ممكن يستخدم الرجل بعد الكره ما تتنقل على طول. الحاله دي مهمه جدا جدا، كان في تقريبا اللاعب اللي هو الانتاج اللي هو تقريبا موسى عبد العزيز موسى ولا موسى لا 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 وطار. لا لا الافريقي الافريقي دقيقه 65 يا جماعه، دقيقه 65 اللي هي مع 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 حسين السيد. اه تمام. الكوع في حالة من الحالات المهمة جدا يا كابتن ميدو، ان احيانا الحكام احنا بنبتدي نحضر الحكام بنقول لهم يا جماعة لما الكرة بتتنقل من اللعب لناحية ثانية خلي عينك على اللاعب اللي هو موجود في الحدث الأولاني. حالة فيها طرد مهمة جدا اللي فيها موسى دوار استخدم الكوع
بشكل واضح جدا. مش عاوز اقول ان القرار هنا استخدام الكوع في الوجه طرد. الاتحاد الدولي بيقول حاجه مهمه جدا، الوجه بالذات ده منطقه حساسه وكان يجب بالزبط. ان هو يعني على الاقل حتى كان المفروض يدي انذار فيها كابتن، ولكن استخدام الذراع او الكوع في الوجه قرار طبقا للقانون هو فيه بطاقه حمراء. لا خلينا نقول بالظبط يا كابتن ناصر، حتى لو الحاله على الاهلي كنا نقول تستحق الطرد، ما فيش فيها اي حاجه، احنا بنتكلم مع الناس بمنتهى يعني اضعف الوضوح. كابتن ميدو كان المفروض فيها طفره، كان يدي فيها طفره اضعف الايمان. حاله حاله من الحالات اللي هي كان ممكن اللاعب هنا يعني الكره الكوع جايه في الوقت، وبالتالي كان ممكن يسبب مشكله في الاحسن السيء. تمام. لو احنا رجعنا اللعبه هنشوف ان هو محمد عمل ايه يا كابتن ميدو. هو بعد الكرة ما اتنقلت ما بصش ناحيه الحدث بالزبط. ولكن هو وصل الكوره وبالتالي كان هنا في الكوع موجود، وانا بشوف ان اللعبه دي كانت تستحق البطاقه على الاقل اللي هي البطاقه الصفراء. ولكن انا بقول النهارده بشكل يعني عام كابتن ميدو ان ايمن دجيش النهارده الحكم المساعد رقم واحد تميز يعني اكثر من رائع في الهدف الاول، ان هو لم يشير بتسلل، وعمر سمير لا عندنا الحكم المساعد الثاني برضك عنده تميز في ثلاث حالات احتسبهم بالتسلل. الحنفي ما كانش عنده اخطاء كبيره جدا، ولكن بقول ان هو عوده حميده لمحمد الحنفي بعد الاصابه اللي كانت موجوده عنده، وحكم من الحكام الكبار عنده خبره وعنده ثقه بالنفس. اكيد ونتمنى طبعا للتحكيم المصري ان هو يعني دايما كده موفق في جميع المباريات. حضرتك شايف الحاله اللي هي في الدقيقه 82 اللي هو اتحسب تسلل على احمد الشيخ؟ نشوف الحاله معانا طبعا، نشوف الحاله معانا قدامي هنا اهي. اه بالظبط معاك قدامك. طيب اولا نشوف موقف اللاعب الاول، هل الموقف في موقف تسلل ولا لا؟ كابتن ميدو لحظه اللعب. اه هنا هنقف، بس نقف هنقف يعني قبل، بس يعني انا عاوز اجيب الكادر اللي هو من ناحيه زاويه المساعد. هتهلنا من كادر واضح يا جماعه. من الكادر ثاني غير هو دلوقتي اوف سايد. ايوه هي كده يا كابتن ناصر، ده اكتر نقف بس كابتن نقف بس هنا كابتن ميدو. خلينا نتكلم في اللاعب الاهلي وفي موقف تسلل. تمام. موقف تسلل في حاجه اسمها تعمد لعب من المدافع. بالظبط انا كنت اسالك اقول لك هي جت في رجل المدافع. حاجه تمام. اسمها ديليبريتلي بلاي اللي يعني تعمد اللعب. تمام. لو هنا المدافع كابتن ميدو هنا هو اللي متعمد ان هو يلعب الكرة مش اوف سايد، واللاعب ده في موقف تسلل يستمر اللعب. تمام. انما في حاجه تانية، طب هو لعب الكره في تعمد ولا لعبها وهو اصلا يعني مزنوق او في حد من اللعيبه في؟ لا مزنوق، لعبها بدون تعمد. بدون تعمد، يبقى انا شايف هنا ان اللاعب هنا يعني ما فيش تعمد، لعب الكره، وبالتالي هنا كان لاعب في موقف تسلل، لاعب نادي الاهلي في موقف تسلل لحظه الرجوع. تمام. هنشوفه راجع موقف تسلل، وبالتالي هنا القرار صحيح بالظبط، وتمركز رائع للحكم احمد حسين. بالظبط. انما بقول لو في تعمد لعبه كابتن ميدو واللاعب في موقف تسلل يجب الحكم ساعة ان يامر باستمرار اللعب، وكان ممكن يبقى في هدف من اللعبه دي. يعني كابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق يعني وضح لنا كثير من الامور، بشكرك جدا يا كابتن ناصر على هذا التوضيح، وضح كل الحالات التحكيميه اللي عليها يعني جدل الهدف وضربه الجزاء، وكان في انذار على الاقل للاعب الانتاج ضد حسين السيد اللي تعمد فيها باستخدام الكوع. احنا بنقول يا جماعه بلاش الكعان اللي في الوش، بلاش